السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله حنكمل بالفورجيت باسورد. طبعا أنهينا الباك إند، أنهينا الداتا، وهلأ طبعا حنبدأ بالكنترولر ونحاول إن شاء الله ننهيه هو والفيو. طبعا ببساطة شديدة حنروح للكنترولر، هنروح ننشئ مجلد جديد، او انا على فكرة ضايف بالكنترولر الصفحات الفيريفاي كود والريسيت باسورد تمام والفورجيت باسورد حتى كنترولر كلها تنضيفهم ضمن الاوثنتيكيشن، انا معتبرهم من ضمن الاوثنتيكيشن. فانا هون عندي حلين، اما بكل بساطة الحل الاول بروح خلص بعتبر انه الاوثنتيكيشن هو الاساس وبكمل على هذا الاساس، او انه لا، الافضل انه انا طالما عامل مجلد الفورجيت باسورد لحال فانا ببساطه شديده بعمل هون فورجيت باسورد مجلد تمام، بيكون افضل عشان يكون شغلي مرتب، وبنقل عليه الصفحات الخاصه بالفورجيت باسورد. يعني اول شيء الفورجيت باسورد كنترولر بهذا الشكل، حانقل عليه ايضا الفيريفاي كود ولكن الخاص بالفورجيت باسورد بهذا الشكل، وحأنقل عليه أيضا إيش بقالي الريسيت باسورد بهذا الشكل تمام. بهذا الشكل يكون نقلت الصفحات الخاصة فيه لهذا المجلد. طبعا هون أنا بشيل بسكر بقفل الصفحات بشكل كامل هون عشان ما نتلخبط تمام، وبنعمل هوت ريستارت تمام بهذا الشكل. طبعا هون عندي خطأ أنا صار، يعني لازم أعمل import من أول وجديد تمام، فبنعمل import بهذا الشكل عشان ينشال عندي الخطأ، وبشيل هاي لأن الصفحة مش موجودة. طبعا غيرت المسارات فهذا الشيء بسبب شوية مشاكل كبداية، ولكن الأمور بإذن الله بعد ما نعالج بعض الأخطاء بتكون كلها سليمة. هلأ طبعا نحن هنشتغل على موضوع الكنترولر. موضوعنا يا شباب الكنترولر مثله مثل الصفحات اللي قمنا اللي اصلا انشأناها نحن سابقا، فما في شيء جديد باذن الله. بعض الامور شوي تركزوا معي وان شاء الله هتلاقوا الامور كلها بسيطة. فلو توجهنا نحن هلأ على الكنترولر، طبعا هنقفل الداتا عشان يكون الكود واضح امامنا تمام والصفحات تكون واضحة. لو اتجهنا نحن حاليا على الكنترولر واتجهنا على بالبداية ايش اول صفحة نحن بنواجهها بالفورجيت باسورد، هي طبعا صفحة التشيك ايميل اللي انا طبعا هون مسمية على ما اعتقد فورجيت باسورد تمام بهذا الشكل. فيها طبعا الفانكشن الخاصة بالتشيك ايميل. فانا هون شو رح اعمل بالبداية؟ بكل بساطة مثل الكنترولر الموجود بباقي الصفحات، اول شيء بعرف التشيك ايميل داتا تمام بهذا الشكل. هنقول له هون التشيك ايميل داتا check email data get.find بهذا الشكل تمام. وهون طبعا بعد ما نعمل verify او بعد ما نعمل validate على الحقل نتأكد ان الشخص فعلا ادخل المعلومات بالشكل السليم، فهون نحن حنقول له if form state current state validate، نتأكد انه طبعا ادخل المعلومات بالحقل والحقل valid وكل اموره تمام. فهون نحن حنبدا بعمليه التشيك على الايميل. طبعا نحن اختصارا للوقت حنروح نفس اللي عملناه باللوجن والساين اب، حناخده مثل ما هو كامل بهذا الشكل تمام. كنترول سي، حنروح للفورجيت باسورد حنضيفه هون بهذا الشكل اختصارا للوقت تمام. طبعا هون نحن حنعرف متغير خاص بالستيت request بهذا الشكل تمام، وحنخليها تقبل قيمة النل. وطبعا هون لتشيك ايميل داتا حاخدها واستبدلها باللوجن داتا، وطبعا هون ما بننسى الاسينك والاويت تمام، وهون ما بننسى نعمل import ومنشيل طبعا الباسورد نحن مش بحاجتها ابدا بهذا الشكل. شايفين يا شباب عم نمشي شوي شوي عشان ما نتلخبط ويصير عنا اي خطأ ابدا. طبعا في حال السكسس حياخدنا لوين؟ اكيد حياخدنا على صفحة ايش الفيريفاي كود، ولكن خدوا بالكم في صفحتين فيريفاي كود، في الفيريفاي كود الخاصة بالساين اب، لان احنا مش عايزين، احنا عايزين الفيريفاي كود الخاصة بايش؟ الخاصة طبعا بالفورجيت باسورد تمام بهذا الشكل.
حنرسل معها ايش؟ argument، اكيد حنرسل معها الايميل بهذا الشكل، تمام؟ نفس اللي عملناه بالفورجيت باسورد الموجوده ب اللهم صل على سيدنا محمد، نفس الموجوده بانشاء الحساب، تمام؟ بهذا الشكل. هلا في حال الفشل حيكون ايش؟ البريد الالكتروني غير موجود، تمام؟ فراح يكون البريد الالكتروني حنقول له هو غير موجود، فبالتالي حنكتب له هون not found بهذا الشكل، ايميل not found. هاي بحال الفشل، لانه هو ما راح يفشل الا اذا كان البريد الالكتروني غير موجود ببساطه شديده. طبعا بهذا الشكل بنكون انتهينا من الكنترولر الخاص بالتشيك ايميل، بنعمل له اعاده، يعني بنقراه مره ثانيه عشان اذا في خطا نعالجه. ابديت، كل الامور بتوقع سليمه وما في عندي اي مشاكل. طبعا هون بجوز يحصل عندي مشكله الايميل. الايميل يا شباب كيف عم يتعرف؟ تمام، ما راح يصير عندي مشكله كوني انا بالاون انيشال عم اعطيه قيمه، فاذا الامور كلها سليمه باذن الله وما عندي اي مشكله. طبعا هون انا عامل go to verify code، هون عامل انا الفانكشن الخاصة بالتشيك ايميل. طبعا هيدي بتوقع ما عاد الها داعي، منشيلها، تمام، بهذا الشكل. كانت بس الهدف منها التجربة، تمام. واكيد ها صار عندي خطأ، لاحظوا يا شباب بالفيو بالاوس بالفورجيت باسورد، تمام، طبيعي هذا الشيء لاني لازم استعمل تشيك ايميل، تمام، بدال. هي كانت بس للتجربه، يعني لما بضغط على تشيك عشان بس ينقلني لصفحه ثانيه، انا عمليه مش بحاجتها، كانت فقط للتجربه. فهلا صفحه الفورجيت باسورد باذن الله صارت مكتمله وما فيها اي مشكله اطلاقا. بعد ما انتهينا من الفورجيت باسورد هنروح للصفحه الثانيه واللي هي طبعا الفيريفاي كود، ولكن الخاصة بإيش؟ بإنشاء الحساب. طبعا في الليت منشيلة عشان ما تسبب لنا مشاكل مثل ما صار المرة الماضية، وإذا العملية نجحت حيخدني للريسيت باسورد، تمام. هي نفس الفكرة الموجود هون بالفيريفاي كود، هايدي ما لح يختلف أي شيء، تقريبا الكود مماثل. هناخد هذا السطر، تمام، نضيفه بالأون إنيشيال عشان ناخذ طبعا البريد الالكتروني اللي عم يصلني من خلال التمرير. هنعرفه هون كسترينج ايميل بهذا الشكل، طبعا اكيد بيقبل النل، تمام، بهذا الشكل. طبعا هون احنا بنعمل فيريفاي كود، خلينا نعمل مثلا فيريفاي كود، انا عايز الداتا verify code data، بس مش sign up data، لا مثلا verify code، انا عايز verify code data اللي انشأته انا طبعا بمجلد الداتا. لو فتحنا مجلد الداتا، رحنا على data source، رحنا على remote، رحنا على forget password تحديدا، رحنا على verify code، احنا ايش سميناها؟ تمام، verify code forget password data، هذا هو الاسم، هناخده هون بهذا الشكل، تمام، ونضيفه بهذا الشكل. طبعا ما بننسى نعمل له import عشان ينشاء عندي الخطأ. هون نعمل get find، تمام، عشان ما نبدل subjection.